تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز وزير الداخلية، شهد صاحب سمو الأمير الدكتور بندر بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية حفل ملتقى الذكاء الاصطناعي والمعرض المصاحب له وإطلاق 70 مبادرة لتعزيز الابتكار الرقمي في العمل الميداني. ويستعرض الملتقى جهود وزارة الداخلية في مجال الذكاء الاصطناعي ومبادراتها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ودعم الابتكار وتسخير التقنية في تعزيز الأمن والسلامة.